رجل الأعمال المصري أشرف السعد يكشف معلومات مهمة حول أسامة سليمان المتهم الرئيسي في قضية تمويل الإخوان وعلاقته بالنظام. هذا الرجل اتهم إنه هو تخلى عن أفكار ومبادئ. هذا الرجل كان بقول لك واحنا قاعدين كان واحد جاب سيرة الرئيس كان يوم يضربه. كان عضو في الجماعة الإسلامية وبعدين الرئيس مبارك عضو في الجماعة الإسلامية. هو بيعمل إيه أكثر من بيعملوه أي حد هم الإسلام حكم. وما حقيقة علاقة قضية التنظيم الدولي بالتمهيد للتوريث؟ صراعات رؤوس أموال، صراعات ناس عندها مال بتتخانق مع بعض، إخوان عملوا كده عشان يوقفوا التوريث. هم الإخوان إيه قوة الإخوان؟ عندي أوراق خلي بالك هبعتها لرئيس الجمهورية وأنا بقول له على الشاشة وهبعتها له. خلاص احنا خدنا اعدام. لا ان شاء الله براءة. يعني هيقبضوا عليها بنطلع من الحلقة دي. أوراق مصرية يأتيكم الخميس السابعة مساء بتوقيت غرينتش.